الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب مناصحة اليتيم والبنات وسائر الضعفاء والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأمض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: كفر هؤلاء لا يبتلئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلاد ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. لون آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر لنا فيه الإمام النووي رحمه الله أدب من الآداب وخلق من الأخلاق الكريمة الطيبة، وهو الملاطفة، خلق ملاطفة اليتيم والبنات والضعفاء والمساكين والفقراء والإحسان إلى هؤلاء والشفقة عليهم والتواضع معهم. وإن نقول دائما أن الإنسان المؤمن في معاملته يحرص على ما ينفعه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يحرص على ما ينفعه، فيحرص المؤمن على النفع الأخروي في معاملاته مع الناس. المعاملة التي تجلب له الثواب يوم يكثر منها، المعاملة التي تؤذيه في دنياه وأخراه يجتنبها الإنسان المؤمن. فهنا ملاطفة اليتيم والبنات، الأولاد الإنسان أو أقرباء الإنسان إن هو يكون محرما لهم، من أيتام ومن بنات ومن ضعفاء ومساكين، وبرضو إذا كانوا قرباء عنهم إن يحسن إليهم ويكون يرضو بإحسان إليهم الدرجة العالية في الجنة. الآيات اللي جاءت في ذلك نعرفها بقوله سبحانه وتعالى: اخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وخط الجناح قرابة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم الذي شهد له القرآن، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يقول له: اخفض جناح، تواضع للمؤمنين، ازدد تواضعا فوق تواضعك صلوات الله وسلامه عليه. اخفض جناحك للمؤمنين، في الآية الأخرى: اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول له هنا: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك، فإن البعض من الناس قد يكون لفقره لتعبه يكون فيه شيء من الثقل يثقل على صاحبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا، تصبر على هؤلاء، تصبر، أنت ضعفت معلما لهؤلاء ومربيا لهم، تصبر مع هؤلاء، تصبر نفسك مع من الذين مش يدعونك أنت ولا بيطلبوا منك أنت، لا، كل يدعون ربك، دول بيطلبوا العلم الشرعي، فكانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلوم الشرعية، فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم القرآن، فأمر بأنه يصبر مع هؤلاء معلما ومربيا رؤوفا رحيما بهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله ربه سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأخبره سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فهنا ربنا أحسن إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه إحسانا عظيما، وجعله شوف يتيم، والإنسان ينظر في حياته كيف كان صلى الله عليه وسلم
في أهله، كيف كان في عهد ربي صلوات الله وسلامه عليه يتيما، كان يتيما فقيرا، أبوه مات قبل مولده صلى الله عليه وسلم، أمه ماتت وله 6 سنوات صلوات الله وسلامه عليه أو نحوها، صغير مين يرعى هذا اليتيم؟ يقوم يرعاه جده، يقوم يموت جده، يرعاه عمه، ينتقل من إنسان لإنسان. اللي زي هذا كل شوية يموت عنه واحد، يموت عنه الآخر، يكفله، يتحول من إنسان لإنسان، يكفله في الغالب أن يذهب في نفسه، أن يخص أنه لنا لنا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله عز وجل أراه مين اللي كفلك وأنت تنتقل من إنسان لإنسان، من مربي لمربي، الله سبحانه وتبارك وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، هو الذي آواك وهو الذي رعاك وهو الذي جعلهم يحنون عليك ويعطفون عليك. فإذا كان الأمر كذلك فكن مع مثل من كان في حالته، كن كما كنا معك، أحسن يحسن الله عز وجل إليه، أرقف باليتيم وأعطف عليه. فكان كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم سبحانه بعدما من عليه بهذه النعم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، لا تعرف شيئا عن الشرائع، لا درس يهودية ولا درس نصرانية ولا ما تعلمش حاجة صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله عز وجل ينزل عليه هذا الكتاب العظيم، المعجزة التي جاءت من السماء إن يتحدى بها الخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه. فعلمه ربه سبحانه قلبك وضالا غافلا عن الدين، فإذا به سبحانه يجتبيك ويجعلك سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ووجدك عائلا فقيرا تعود، فأعطاك الله سبحانه تبارك وتعالى، أعطاك المال بفضله وبرحمته وبإحسانه إليه، ووجدك عائلا تعود محتاج إلى المال، فأغناك الله سبحانه. طيب الأمر إيه بقى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، إذا أنت ربناك فلا تقهر يتيما، ولكن أحسن إلى الأشياء الأيتام وأعطف عليهم. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل الذي يسألك علما شرعيا أو حاجة يحتاجها لفقره ومسكنته فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث النعمة كلها من الله سبحانه تبارك وتعالى الذي من عليك وأعطاك. علمه ربه سبحانه وأدبه ومن عليه وأمره أن يتحدث بنعم الله عز وجل عليه، فكان يتحدث غير مفتخر بهذه النعم، وإنما كما أمر، فيقول أنا سيد ولد آدم فلا فخر صلوات الله وسلامه عليه، فبقول في هذا لأتفخر عليكم وأستكبر عليكم، لا، أنا سيد ولد آدم لأن ربي أخبرني بذلك وأمرني أن أتحدث بنعمة ربي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأمره أما السائل فلا تنهر، فيأتي السؤال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن أحدهم ليقول يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يمسك شيئا ويعطي مما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال له ربه سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انه من علامات التكذيب بالدين من هؤلاء الكفار انه ما فيش يوم قيامه، فيكذبون بالدين وبالجزاء وبالحساب، فذلك يدعو اليتيم وهو مش همه حاجه، ما فيش حساب، لما في اعتقاده وظنه، فربنا يقول له اعجب من مثل هذا الذي يظن انه لا يرجع اليه وقد اعطيناه في هذه الدنيا، فيظن انه خلق للدنيا ويموت ولا يرجع، فاذا به يكذب بالجزاء والحساب. ذلك يضع اليتيم لانه يكذب بالجزاء، لو امن بيوم القيامه عمره ابدا ما ينهر يتيما ولا مسكينا. ذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض ولا يامر باطعام المسكين ويحث على المسكين. من الاحاديث ما ذكرناه قبل ذلك حديث سعد بن ابي وقاص، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يتجرؤون علينا. ذكرنا هذه القصة وكيف أن المشركين يحبوا التعالي، وإن هنقعد تعلمنا دينا تشرح لنا دينا قدام هؤلاء، لا مش عايزين دول، خلي دول لوحدهم وإحنا لوحدنا. وذكرنا إن من هؤلاء اللي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان عيينة بن حصن الفزاري
فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم والأقرع بن حارث ليل وكان سادة في قومهم وحبوا إن عايزنا ندخل في الدين فتكلمنا يوم وحلنا أن العرب تحبس بأن احنا عادنا مع هؤلاء الفقراء والمساكين. فهنا في الحديث يقول فحدث نفسه صلى الله عليه وسلم يعني ما قالش حاجة ما عملش حاجة ولكن في نفسه حدث نفسه انه زي ضعف اخلي دول يوم والدول يوم تاني كيف انه لما يسلموا هيتعلموا التواضع ويتعلموا العلم الشرعي. فإذا بالله يحذره صلوات الله وسلامه عليه احذر مثل ذلك ولا تضرر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فضل نفسك بطرد هؤلاء فإن به يأبى صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يطيع ربه في هؤلاء الفقراء والمساكين. من الأحاديث حديث لأبي هبيرة معاهد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بيعة الرضوان بيعوه بعضهم على الموت وبعضهم على الجهاد في سبيل الله سبحانه. فبيخبر أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال من فقراء المسلمين المهاجرين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان إمتى؟ كان بعد الحديبية. الحديبية كان سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من سنة 6 وكان ذهب يعتام صلى الله عليه وسلم فصدوا المشركون عن البيت وحصل الصلح بتاع الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء فترة الهدنة اللي ما بين سنة 6 وسنة 8 جاء أبو سفيان فقابل هؤلاء من المسلمين. كان أبو سفيان ما زال كافر ما كانش أسلم وجاء ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. شافوا هؤلاء المسلمون سلمان وصهيب وبلال. صهيب وبلال كانوا يؤذون هنالك في مكة. صهيب خرج مهاجرا وطلع وراه لغاية ما أعطاهم كل ماله وخرج إلى المدينة من غير شيء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع. سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال اللي كان عبدا فأعتقه أبو بكر هؤلاء الفقراء شافوا أبا سفيان وهو جاي وهو كافر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما آخذها. يعني انت ما شفتش لسه ما شفتش ما لحقناش ان احنا نعمل فيك حاجة كان المفروض تتقطع بالسيوف اللي زيك. ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما آخذها. كان جاي مع مين؟ جاي مع أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو بكر كان غاضب ازاي بتقول هذا لهذا الإنسان؟ ويمكن نظرة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه نظرة مصلحة إنه ما يمكن يصلب ليتنا فروع عن الدين ما يمكن يصلب. فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فبتقولوا الكلام ده لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني زعلان ازاي يقول هذا الشيء لأبي سفيان؟ لاحظ إن أبا سفيان كافر. وأبو سفيان من ساعة ما راح لهرقل عظيم الروم وسألوا هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة وفي النهاية هرقل قال إن هو ده نبي فعلا صلوات الله وسلامه عليه. قال فاستشعرت في نفسي الذل بقى حاسس نفسه بعد ما كان كبير في قريش حاسس من ساعة ما شاف هرقل إنه ذليل وإنه صاغر وإن الدين هيدخل غصب عنه في مكة وإن سينتصر هذا الدين. فلما هؤلاء قالوا له ذلك ما ردش أبو سفيان إنما إلا رد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وراح يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت سلمان وصهيب وبلال قالوا إيه للرجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. أنت أغضبت هؤلاء؟ أنت حريان أبا سفيان على حساب هؤلاء لعلك أغضبتهم؟ طب لو كان أغضبهم هيحصل إيه؟ قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. إن مش أغضبهم حتى على دول أنت هتغضب ربك سبحانه وتبارك وتعالى. لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أبو بكر ما يتحملش هذا فأتاهم جابي راح على هؤلاء وقال يا إخوتان أغضبتكم؟ هل أنا غضبتكم؟ فقالوا لا يا رسول الله لك يا أخي يعني يا أخي تصغير أخي والتصغير يكون أحيانا يتشغيل ونوع من المحبة والمودة فيصغر الاسم على وجه المحبة يعني والتلطف فيها للتحبب والتصديق والمناصفة. قالوا ذلك لأن ذكر الصديق لا ما أغضبتناش ولا شيء. فرح أبو بكر رضي الله تبارك عنه أنه لم يؤمن. هؤلاء فقراء المهاجرين رضوان الله تبارك عليهم
يغضب هؤلاء. وهو مين؟ ده أبو بكر الصديق الذي لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لوزنهم رابح بهم، ولكن مع ذلك لا، أنت طول ما أنت تحسن بمثل هؤلاء لك القدر العظيم عند الله، تغضب هؤلاء يغضب ربك عليه، لذلك ذهب إليهم واسترضاهم فقالوا لا ما احنا اشتعلنين منك يا رسول الله لك يا أخي. هنا يتعلم الإنسان المسلم إنه ما يجيش على الفقير لفقره يقوم يغضبه لكونه فقير، يقوم يعني هنا لا، الإنسان المسلم يحب الفقير، يحب الفقراء، تحبه لفقره إن ربنا أنعم عليه بهذا الشيء، ولا تتمنى الفقر، لا تتمنى الفقر، ولكن الفقر قد يكون نعمة لإنسان وقد يكون نقمة على إنسان آخر وأنت لا تدري. ولذلك الإنسان الفقير يكفي أنه يسبق إلى الجنة بنصف يوم يوم القيامة 500 عام، فهم تحب الفقير ما يمكن يشفع لك تدخل بدري مع الجنة، ما تعاديش الفقير أبدا، لا تعادي لعله يكون وليا لله عز وجل. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت عايز تحارب ربنا سبحانه وتعالى ابعد عن الفقراء وعن المساكين اللي هم أهل التواضع وأهل حب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا أبو بكر الصديق خاف يغضب ربه فراح يصالح هؤلاء الأفاضل. ولاحظ منهم مين؟ منهم بلال. بلال اللي كان معذب واللي اعتقه ابو بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن مع ذلك انت اعتقته لله، ما تروحش تغضب هذا، فان اغضبته اغضبت ربك سبحانه. فذهب يصالحهم رضي الله تعالى عنه. من الاحاديث اللي جاء في الايه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه، واشار باصبعي السبابه قال انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين كهاتين. قوله انا وكافل اليتيم، يكفل اليتيم، يقوم بامر اليتيم، ينفق عليه، يربي اليتيم. في الرواية قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، يبقى هنا الإنسان يكفل اليتيم له، لأن الجد اليتيم الإنسان إلا أبوه مات، ويتجوز فيها أحيانا ويقال إلا أبوه مات أو أمه ماتت، ولذلك حيدخل الفقهاء فيها أن كافل اليتيم الراجل اللي ينفق على عياله لو وهو يقوم بأمرهم إذا أمهم ماتت، والعكس كان الأصل اليتيم الذي توفي أبوه. لكن الفقهاء يؤمن فيها أن الإنسان الذي يموت أبوه فيقوم جده أو عمه أو أخوه الكبير بالنفق عليه والإحسان والتربية، أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه، قامت الأم مقام الأب، هي اللي أين في كل حالة على عيالها ورفضت أنها تتزوج، بيبقى لها فضل كبير أوي عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم له أو لغيره كهاتين، كافي اليتيم له أو هؤلاء قريب لغيره، لا مش قريب، ولكن هو حن عليه جاره يتيم أبوه مات ومفيش حد يرعاه، هو بيرعاه وهو يؤدبه وهو يربيه وينفق عليه ويحسن إليه، فالداخل تحت هذا الحديث. عند الجزار من حديث أبي هريرة من كفل يتيما لا قرابة أو لا قرابة له، يعني سواء هو قريبا له أو لا قرابة له. وكافل اليتيم قد يكون قريبا أو غريبا، قد يكون رجلا أو امرأة أو امرأة، وقد تكون المرأة أم هذا. وكافل اليتيم قد يكون قريبا أو غريبا، قد يكون رجلا أو امرأة أو امرأة، وقد تكون المرأة أم هذا الإنسان اليتيم، وقد يكون الرجل أب لهذا الذي توفيت أمه، وإن كان لغة مش هو اليتيم اللي ماتت أمه، لغة اللي مات أبوه، ولكن الأمر هو هو، إن كفالة قام بأمره فكان له مقام الأب ومقام الأم لابنه، والأم كذلك قامت في الولد مقام الأب ومقام الأم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ومعنى كهاتين معنى ان اصبع السبابة والوسطى مفيش بينهم سبع ثالث، المعنى ان قريب مني جدا، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. قريب في ايه؟ قالوا انه في سرعة دخول الجنة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل سريعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في علو المنزلة، النبي صلى الله عليه وسلم اعلى المنازل صلى الله عليه وسلم عليه، يليه مثل هذا الانسان رجلا كان امرأة.
يوضحه ما جاء في حديث في مسند أبي يعلى عن حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة. أنا أول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفتح باب الجنة. فإذا امرأة تبادرني يفتح باب الجنة، الجنة حراس الجنة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبل. وهو أول واحد صلى الله عليه وسلم على أثري. فإذي ورائي مؤمنة امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت أو تأيمت على أيتام لي. أنا امرأة تأيمت على الأيم التي لا زوج لها، يعني صارت أرملة مات زوجها وهي حافظت نفسها لعيالها، رفضت التزوج وقامت بأمر عيالها لغاية ما كبروا واستغنوا عنها. فهذه ممن يدخل الجنة سريعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر عند أبي داود من حديث عوف الجماري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. أنا وامرأة سفعاء أو سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. المرأة سفعاء الخدين، السفع في الخد بمعنى سواد في الخد، فيها سواد في الخد، وكأنه الناشئ عن تعب ومشقة وعدم اهتمام بالنفس. إن المرأة قد تكون جميلة وتكون المرأة نفيلة وشريفة، ولكن مع الهموم اللي تيجي فوقها من تربية العيال ومن موت الزوج ومن الاحتياج تقوم تكلح وتتعب، في النهاية خدودها تتسفخ الخدين. فبيقول هدين، فبيقول هنا: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين، يعني كأصبع السبابة والإبهام يوم القيامة. من المرأة دي اللي صارت سفعاء الخدين؟ قال: امرأة ذات منصب وجمال. يعني سفعاء الخدين بكامل والشمال، اللي كانت امرأة جميلة وذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا. حبست نفسها على يتاماها، يعني زوجها توفي رفضت تتزوج وقامت بأمر هؤلاء الأيتام لغاية واحد من اثنين: يا ماتوا يا بانوا، بانوا عنها عن كبروا وانفروا بأنفسهم واتجوز كل واحد، مش محتاجين لأمهم بعد ذلك. فبيخبر إن هذه المرأة لصبرها على تربية هؤلاء تكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من منزلته صلوات الله وسلامه عليه. برضو جاء في حديث زياد بن عبد الله الطبراني يقول: قلت يا رسول الله مما أضرب منه يتيم. تربية اليتيم مش معنى تدليع اليتيم بلعه، ولا معنى إنه يشق عليه ويقص عليه ويتحدى قلبه على الإله، ولكن الأمر إن دايما تربي عيالك تربي اليتيم، دايما تكون حازما مع أطفالك تكون حازما مع اليتيم، دايما بتكون بتدلع الأطفال في مواقف كذلك مع اليتيم، يبقى الإنسان بيربيه زي أولاده. وده في حديث جابر إنه سأل: يعني مما أضرب منه يتيم؟ اليتيم هل ممكن أضربه ولا إنه ما تضربش أبدا اليتيم؟ قالوا: لا. مما كنت ضاربا منه ولدك؟ تربي ابنك ازاي؟ تعلم ابنك ازاي؟ مرهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. كذلك اليتيم الذي تربيه تأمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لتركها لعشر، وتربيه كما تربي ولدك غير واق لتركها لعشر، وتربيه كما تربي ولدك غير واق ما لك بماله. غير واق ما لك بماله، معنى ان البعض من الناس قد يتوفى مثلا اخوه وهو يربي عيال اخوه، ويبتدي عيال اخوه في من ابوه مال كثير يحوش ماله هو وياكل معاهم ويشرب معاهم يقي ماله بماله، فيقول له: احذر من ذلك، عايز الدرجه العظيمه يوم القيامه في الجنه لا تقي مالك بمال يتيمك. لغايه امتى بقى تفايت اليتيم؟ قال: حتى يستغني عنه، حتى يستغني. يبقى اليتيم يربيه الانسان طول ما هو محتاج له، لا بكيل ربع رجل ويعتمد في عمله ويعمل بنفسه وما لا يحتاج الى احد، يبقى انتهت فتره الكفاله. طبعا اللي يصنع مثل هذا الشيء في كافي اليتيم يقوم يحاول قدر المستطاع يحسن الى الايتام، ان لم يكن كفاله حقيقيه لتربيه حقيقيه على الأقل يساهم في مثل ذلك. يقولون هنا في إن كافي اليتيم يشرف في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، شبهت بمنزلته،
لكون النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم لا يعقلون الدين، فرباهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم حتى عقلوا وعملوا. كذلك الإنسان مع اليتيم وبربي اليتيم لغاية ما يفهم ويتعلم الدين. إذا كفلت اليتيم مش مسألة تصرف عليه مال فقط، ولكن يربي تربية هذا اليتيم، ينشئه إنسان صالحا يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، فيكون لك الأجر العظيم على ذلك. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا هنا ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان وللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. المسكين وهنا الباب مش هننسى إنه هو الملاطفة لهؤلاء والإحسان على هؤلاء من أيتام ومساكين وفقراء وضعفاء وغيرهم. تقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين، إنه هو بيحدد لنا إيه المسكين. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لا يسألون الناس إلحافا، وهنا تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسكين، لأن كان في ناس يروح يطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، ويروح أحدهم يبقى رف الهيئة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يسأله يفتكروا غلبان فيسأله إنه ربنا أنعم عليك ولا ما أنعمش، يقول له أه داني من كل النعم أعطاني. قال فليرى عليك إذا كان ربنا أحسن إليك ليه عامل نفسك شحات كده وليه ماشي مقطع ومرقع ومعمول تلبس لبس عدل؟ إذا أنعم الله على أحدكم فليرى أثر نعمته عليه، يبقى الأمر إنك ما ألف حسنا وأحسن إلى نفسك كما أحسن الله عز وجل إليك. فألنا هنا ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، المعنى اللي ماشي يسأل هكذا يقول الناس مش هو ده الأصل المسكين، وإن كان قد يكون فيه مسكن هذا الذي يسأل، لكن تبحث عن المستحق حقيقة. الإنسان اللي بيتعصف ما بيسألش وهو محتاج، يمكن يبقى جعان وما يطلبش من حد أن يعطيه شيئا، فهذا المسكين الذي يحسن إلى مثله، يبحث عن مثله لأنه ينفعك في الدنيا يدعو لك ويوم القيامة قد يشفع فيه، فتبحث عن هذا اللي ما في الحديث. لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا مسكين لا له غنى يغنيه، لا وارث حاجة، الصنعة بتاعته ما بتكفيهوش ينفق على أهله وعلى عياله ومحتاج على طول، ولا يفطن به، محدش واخد باله منه من كثر تعبه واجتهاده بيحاول انه يكسب نصف غني، ولكن هو انسان فقير او مسكين. فإننا لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، لا المسكين الذي تعطيه الناس. يبقى مش اي انسان يطلب الناس هو ده اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من انسان يسأل الناس ويمد ايده للناس وهو انسان اغنى من اللي بيطلب منه. كنت مرة الاخوة هنا في المسجد بتوع لجنة الزكاة، امرأة جات تشحت من المسجد وتاخد معونة شهرية ومش عارف ايه، وجات عشان تفضح نفسها، وربنا سبحانه وتعالى يفضح هذه المرأة ان تقول ودوني دكتور انا عيانة وتعبانة ودوني دكتور، ومن الاخوة يوقف لهم ودوها يجيلكم اثناء الطريق ما نفتش المهنة بتاعتها، قال لا لا انت مش عرفت انا عرفت تاني، انا مع الاخ اللي موديه مش عرفت تاني تشحت منك ما نفتش، وهي رايحة مش هي اللي هتدفع اللي مودينا هيدفع، وبعدين يوصلها لغاية بيتها ويجيب لها الدواء بتاعها، وبعدين يلاقي تحت السرير اللي قاعد عليه فطايح فطايح جيب معاه ويقطع صاروخ مليانة فلوس، فتيحة واحدة عدت فيها 3000 جنيه، فتيحة واحدة بس من الفطايح اللي فيها، جت تربح له هنا على باب الجامع وطلع عليه وطبختوني وعملتوني ومش عارف ايه. هنا هل ده مسكين؟ ده مسكين، ما تشجعوش امثال هؤلاء يا جماعة، ما تنهارش الفقير والمسكين، ولكن برضه ما تشجعش لما تلاقي الواحد من صلاه الظهر تلاقي مجموعه من النساء على باب المسجد، احيانا واحده شابه ومعها عيلين ثلاثه والمصلين طالعين، تروح لغايه تصلي على صدر وده مش عارف ايه وعماله مش حاطط احد هذا، طيب روح لجنه الزكاه تبحث، لا ما تقدرش تروح لجنه الزكاه تبحث، لجنه الزكاه تبحث هتقوم تديها عنوان ثاني غير عنوان بيتها بحيث يروح يتوه ما يعرفش حاجه عنها. أمثال هؤلاء لا يستحقون، يلاقي الواحدة تجيب معاها عيلين أول امبارح في صلاة ولا من قلت أنهم
في صلاة الظهر خمس عادية سراب. في صلاة العشاء هنسوق عيلة صغيرة عيلة عند 7 سنين ولا 6 سنين عمالة تحول أحذية على برة، مين بقى يأخذها برة؟ أو أمثل هؤلاء، تلاقي الواحدة برة مع عيلين ثلاثة عينيها على أحذية المصلين اللي داخلين، مثلا المصلي تبعث البيت ولا الولا وراهم ياخذ الحذاء ويمشي، وزيت ما تشجعوش حد يقعد على باب المسجد ويمد ايده للناس، في لجنه زكاه، لجنه زكاه الحسوده محتاج المسجد يفرط له ويعطيه، اما القعد على باب المسجد اكثر هؤلاء على هذا النحو، تلاقي قعدوا هم اثنين ثلاثه لقينا بعد الصلاه ما فيش قعد، اتفرقت الاحذيه وخصوصا في الجنازات، فخدوا بالكم يا جماعه من امثال هؤلاء. وتلاقي بعض الصور حرام عليك تسبهم اديهم اديهم، انت تشجع على هذا الشيء ولما تسرق حذاء وتلاقيه يفوض بعد كده ويدعي على هؤلاء، فخذوا بالكم يعني ما تشجعوش امثال هؤلاء على وعود على باب الجامع باعطائهم. من الاحاديث الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الارمله يسعى عليها يعني ينفق عليها ويشوف حوائجها محتاجه لايه؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده المجاهد في سبيل الله، في روايه قال كالقائم الذي لا يبصر وكالصائم لا يبصر. كالقائم، شوف هنا فضل السعي على الفقراء والمساكين، زي ما بعض اخواننا يروح يبحث حالا من الحالات ويبقى عايز فيها مال وعايز يحسن اليها ويتابع الامر بتاعها، ما هوش يوم والتاني ويمل اذا لا تلاقي تابع بالسنه والسنتين والثلاثه وراهم، اهو امثال هؤلاء. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان عمله ده اللي بيعمله في البحث عن الفقير والمسكين ومتابعه حالتهم وحوائجهم يجعله زي ايه؟ الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قام بالليل ولي عنده لا بيصوم بالليل ولا بيصوم نافلة، بس عمله ألحقه بهؤلاء. لذلك دائما يا جماعة الحنان على الفقراء والمساكين والإحسان إليهم ومحبة هؤلاء اللي محتاجين حقيقي، مش اللي بيتفولهم من الناس نصلي الجمعة وأثناء الخطبة نلاقي واحد ورا خالص ورا المصلين وعمال عمال داير عليهم يشحت منهم يدي إيده والناس تتضايق يقول يروح خلط عندي يروح الجامع يتكلم هناك على الناس اللي قاعدة بره وحواجع راضي الثاني على الناس. وسؤال سبحان الله ده بيصلي ايه ده؟ والله ما صلى والله ما صلى، خلص الامر وله بعد ما شحت والخطبه خلصت وراح ماشي من خلاص خلص المأمورية بتاعته وطلب من الناس المال والاحسان. فالمسلم يعطي من يستحق لا من لا يستحق. نسأل الله عز وجل ان يهدينا سواء السبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.